أما ما يلقى في وسائل الإعلام في القنوات الفضائية جزافا من هذه الأحكام، كل يريد أن يفتي، يعني من شاء أن يتحدث تحدث، ما هذا؟ حرام، حلال، أنت مشرع، حلال، أين الدليل؟ حرام، أين الدليل؟ مكروه، أين الدليل؟ أما أن يلعب الناس، وللأسف أتاحت بعض القنوات الفضائية المجال لأناس هم عراة في الحقيقة من العلم الشرعي ثم إذا بهم يتحدثون، هذا حرام، هذا حلال، لا أرى هذا، هذا لا أراه، حسب رأيي. ما هو رأيك؟ ما هو عقلك؟ أنا لا أريد رأيك، أنا عبد لله، لست عبدا لرأيك، أنا عبد لله، أريد أن أتعبد الله بما شرعه الله، وما شرعه الله إنما يكون في الكتاب وفي السنة، فليتنبأ لمثل هذا الأمر.